بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا سبل السلام واجعلنا سالكين لها بالتمام، أمين يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه أوجد ثم ولا تنصرون في عقبها، ثم لا تنصرون، ما تلقاش سكون، لا تلقاها من كياناتك، سواء كان بلا في بلادك ولا خارج بلادك، فمشكون يدفع الفلوس الحرام ويمشيوا للناس اللي يغرقوا الحرام، ويقول لك هاو الصميم تاعنا هي مشهوره بالتمام والكمال على بمقارنه الى صميم كل البلدان. انت هذا حتى هذا ما تلقاش غادي حتى واحد في البليون، ما ماش. ثم لا تنصرون، قال ربي وانتهى الامر. ربك ما يقول لك ما سيحدث لك، ما انت تبولت وكركرت ما حبيش تلتحق بينا، أنا براء منك وأنت خارج عن سلكنا، فواجه مصيرك المحتوم. نسأل الله أن يكون مصير الخالدين في جنة النعيم، آمين يا ربنا يا كريم.